أكاديمية الأمير سلطان معلمة من معالم الطيران في المملكة العربية السعودية. تم إنشاؤها في عام 1959، وهي أول أكاديمية لتدريب الطيارين في الشرق الأوسط. تم تطوير الأكاديمية خلال 3 مراحل أساسية. في عام 1975 اشتروا أول جهاز محاكاة لتدريب الطيارين من شركة بوينغ. النقلة الثانية صارت في عام 2004 من انتقال الأكاديمية من حي الكندرة في جدة إلى موقعنا الحالي في الخالدية، ونعتز بأن تم افتتاح وتدشين المركز الحالي من قبل الأمير سلطان بن عبد العزيز يرحمه الله. في عام 2010 صار التغيير الثالث، اللي هو أثر على جميع القطاعات المختلفة في الخطوط السعودية، عندما تحولت الإدارات المختلفة في الخطوط السعودية إلى شركات ووحدات استراتيجية.